يا شباب وصبايا، بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي رح نحكي عن امتحان المد. امتحان المد رح يكون بأول ثلاثة chapters، بأول ثلاثة chapters اللي هم الـ e-learning والـ online collaboration والـ mobile collaboration. الامتحان النصفي mid exam رح يكون بأول ثلاث chapters اللي هم الـ e-learning والـ online collaboration والـ mobile collaboration. الـ IT security chapter 4 اللي احنا فيه هلا مش داخل معنا بامتحان المد. تمام دكتور. طيب دكتور. تمام تفضل. دكتور ممكن تفتح الحضور بس لأنه مش فاتح. تمام. دكتور شو بالنسبة للواجب دكتور؟ إيش هذا؟ ما سلمته؟ راح تأجليه ولا لا؟ لا ما راح أجله. هل المفروض أنتوا سلمتوا الأول والثاني؟ دكتور سلمنا أول. آه دكتور. الثالث اللي أنتوا تغلبتوا فيه صح؟ الثالث اللي بعد المد خليه طيب. يعني فاتح. بعد امتحان المد بنقدر لك إياه. بس تخلصوا كل امتحاناتكم. نيف. آه بعد آه تمام تمام فارس. بس تخلصوا كل الامتحانات وتسلموا. نخلص إحنا بعشرة بحداشر تسلمكم. دكتورة اللي بيكون مكتوب عليه ستيب مش داخلها؟ لا لا مش داخلها. تمام. هاي الحضور شغال هلا. تمام. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن اللي هو Network Security أو أمن الشبكة. رح نحكي عن Definition and Types of Networks اللي هي تعريف وأنواع الشبكات. هلا إيش هو عنا؟ نحكي Millions of computers are connected together to form computer networks. عنا عدد كبير من الأجهزة متصلة ببعض بشكل شبكات الكمبيوتر. هلا إيش اللي أنا بستفيد من الشبكات لما أنا تكون عندي مجموعة من الأجهزة متصلة ببعض؟ بتسهل هاي الشبكات اتصال البيانات من أجهزة الكمبيوتر، بصير في عندي شارك للريسورسز اللي هي مشاركة للموارد الموجودة عنا. Network or more computer systems and other peripherals اللي هي الطرفيات اللي هي مثل البرنترز والسكانرز مشبوكين مع بعض. فعندي network أو شبكة تتكون من نظامين أو أكثر من أنظمة الكمبيوتر مع اللي هي الأجهزة الطرفية peripherals. مثل إيش؟ يعني ممكن تكون network فيها أكثر من جهاز أو أكثر من computer system. وإيش فيها كمان؟ فيها peripherals اللي هي الأطرفيات المشتركة مثل البرينتر أو الإسكالر. هلا عندي ميزات للكمبيوتر نتورك. أول ميزة اللي هي sharing of peripheral devices اللي هي مشاركة الأجهزة الطرفية. Networking enables two or more users to share laser printers, scanners, modems. تسمح لي الشبكة إن الأكثر من جهاز كمبيوتر عندي يتشارك الطابعات والسكانرز والمودم. طبعاً هذا الإشي لما يصير عندي شارينج بدل ما يكون عندي وحدة طرفية لكل جهاز بتوفر عندي على الأورجنايزيشن الموجودة عندنا. فأنا مثلاً عندي بالجامعة ما بشبك كل مدرس عندي على طابعة واحدة لأنها مش رح تكون مستخدمة طول الوقت، كلياتنا بنشبك على طابعة واحدة. فمن هاي الناحية بتكون عندي كوست إفكتيف للمؤسسة اللي بصير عندي فيها شارينج للبريفرال ديفايسز. الشغلة الثانية sharing of programs اللي هي مشاركة أو تقاسم البرامج. Networking enables several computer users to share the same programs. في كثير شبكات عديدة تسمح للمستخدمين الكمبيوتر يشاركوا نفس البرنامج. معظم الorganization أو المنظمات الموجودة عندنا بدل ما تشتري
عندي بس البرنامج تشتري بدل الحزم البرامج الفردية بتشتري إصدار للشركة اللي هو Network Version للبروغرام، بدل ما تستخدم تشتري برنامج لمستخدم واحد Individual Software Packages for each computer user كل مستخدم، تشتري إيش Network Version باكيج لنتورك للشبكة كامل، فبتوفر عنا من هاي النقطة اللي بتسويها. Sharing of data اللي هي تبادل البيانات. Networking enables several computer users to share data، بتتيح الشبكات لعدد المستخدمين اللي هي مشاركة البيانات الموجودة عندنا، فبالتالي بيكونوا عندنا مستخدمين منفردين بشاركوا نفس البيانات في نفس الوقت. طبعا هذا كله بيعتمد على ايش؟ على الكونفيجريشن او اللي هي طبيعة الشبكة وتكوين الشبكة الموجودة عندنا. فاليوزرز ورك اون ريل تايم ابديتد داتا، يعني كلياتنا بنشتغل على داتا مشتركة، كلياتنا بنعدل عليها والكل بشوف التعديل اللي بيصير عندي. Efficient communication. Efficient communication. Networking enables efficient exchange of messages and documents between several computer users. الشبكات بتتيح تفاعل تبادل فعال الرسائل والدوكيومنتس والوثائق الموجودة عندنا بين مستخدمين الكمبيوتر. Networking eliminates the typical delays encountered with standard inter-office mail delivery. طبعا اللي هو التواصل عن طريق الشبكة بوفر عنا تأخيرات اللي ممكن عنا بتصير من خلال اللي هي طرق التواصل الاعتيادية. أنواع الشبكات عندي أكثر من نوع، تتقسم عنا على حسب نحكي أول شيء المساحة الجغرافية. نسأل لون هي عبارة أو هي Local Area Network. Local Area Network اللي هي اللان هي محلية. Is a computer network located in a single building or in a nearby buildings. فهي شبكة كمبيوتر تقع في مبنى واحد أو مباني قريبة من بعضها، وعادة بيكون التوصيل عنا typically the computers are connected by copper cables. التوصيل بيكون عنا بواسطة كابلات نحاسية. Wide area network اللي هي اختصارها الوان، هي واسعة النطاق. هنا محلية، هون عندي واسعة النطاق. A network which serves computer located at far away distances across towns and countries. هاي الشبكة بتخدم أجهزة كمبيوتر موجودة على مسافات بعيدة، يعني من خلال عبر مدينة أو بلدان. Communication between the various computers is usually carried out via telephone lines, fiber optics links, or radio link. وسترعيت أن نكون عارفين هالنقطة، أن التواصل عندنا هون يكون عبر خطوط التليفون أو اللي هي الفايبر أوبتكس اللي هي الألياف الضوئية، أو الراديو لينك أو اللي هي الساتلايت الأقمار الصناعية. هون إيش باللان كوبر كيبلز بكون لأنه بنفس المبنى. اللي عندي فيرتشوال برايفت نتورك اللي هي VPN اللي هي شبكة افتراضية خاصة. Is a private network that is built over a public infrastructure, typically the internet. فهي عبارة عن شبكة مبنية على بنية تحتية عامة مثل الإنترنت. A VPN is similar to one in that it enables users to connect to a private network that may be located far away. فهي بتشبه الوان بحيث أنها تمكن المستخدمين بالاتصال بشبكة تكون موجودة على مسافة بعيدة، بس الـ VPN تستخدم الإنترنت عشان تعمل هاي الاتصالات، فبتمكن تواصل هون عن طريق الإنترنت بالـ VPN، يعني مش شبكة حقيقية، هي virtual مبنية على الإنترنت، مبنية فوق الإنترنت. فمن خلالها However, VPN uses the internet for such connections. تواصل عن طريق الانترنت. Several companies enable their employees to connect to the company's private network LAN from their homes via VPN connection. يعني بيشبك على شبكة العمل تاعه من خلال ال VPN. حيث إنهم يقدروا يوصلوا للبيانات والريسورسز الموجودة على شبكة الشركة كأنهم موجودين في البيت. هلا بنحكي عن النتورك ادمنستريتور او مسؤول الشبكه او النظام.
a network. Network administrator هو network or system administrator manages an organization network. فهو عمله إنه يدير شبكة المنظمة الموجودة عندنا. She or he keeps the computer network operational and monitors the functions and operations within the network. فهو بيحافظ على تشغيل شبكة الكمبيوتر وبيراقب الوظائف والعمليات اللي بتصير داخل عندنا الشبكة. النتورك ادمنستريتور كمان مسؤول عن ايش؟ responsible for installing, maintaining and upgrading the software or hardware required to efficiently run a computer network. وهو مسؤول عن تثبيت صيانة وتحديث البرامج والأجهزة المطلوبة عشان تشتغل عندي الشبكة بكفاءة. Network administrators, particularly in large companies, are not usually involved in direct user support like help desk duties. فعادة بالنتورك ادمنستريتور خصوصا في الشركات الكبيرة ما بيكون إنهم ما بيشاركوا بدعم المستخدم المباشر مثل اللي هو بنحكي عنه الهلب ديسك أو اللي هو الموظف الموجود عندنا المشاركة. فهم بيشاركوا في engage in high level technological support مثل دعم الفني المستوى أعلى مثل إيش؟ مثل صيانة أجهزة الشبكة ومعدات البرمجيات مراقبة موجودة عندنا العمليات عشان يتأكدوا إن العمليات عبر الشبكة عندي شغالة. Network addresses are often assigned through the network administrator. العناوين الموجودة عندنا بالشبكة بتتوزع من خلال مسؤول الشبكة. In addition, the network administrator configures the authorization and authentication of employees that require access of data and resources on the network. كمان من عمله إنه مسؤول الشبكة بيعمل authorization تفويض ومصادقة للموظفين اللي بيطلبوا يوصلوا لبيانات وموارد موجودة في الشبكة. كمان عمله بيعطي الامبلويز اليوزر نيم والباسورد تو اكسس ذا نتورك. بيعطيهم اللي هي اللي وزود الموظفين باليوزر نيم اسماء مستخدم والباسورد كلمات المرور للوصول للشبكه. ايش كمان بيعمل؟ نتورك ادمنستريتور انشور ذات نتورك يوزرز از ان لاين وذ ذا اي سي تي بوليسي الموجوده عندنا. بضمن مسؤول الشبكه ان استخدام الشبكه بتمشى مع سياسه تكنولوجيا المعلومات الموجوده عندنا الخاصه بالشركه. الفايروال عبارة عن جدار حماية. اوكي، فايروال هو جدار حماية مصمم لايش؟ لمنع الوصول to prevent unauthorized access to or from a private network. فهو نظام مصمم عشان يمنع الوصول غير المصرح به لشبكة اللان موجود عندنا. Firewall can be implemented in both hardware and software or a combination of both. كيف أنا بصمم الفايروول الموجود عندنا؟ من خلال يا إما hardware اللي هي أو أجهزة، أو من خلال برمجيات software، أو من خلال الدمج بيناتهم. Firewalls are frequently used to prevent unauthorized access, users from accessing LAN connected to the network. تمنع وصول الأشخاص الغير مصرح لهم إنهم يدخلوا على شبكة اللان الخاص فينا. All messages entering or leaving the LAN pass through the firewall, which examines each message and blocks that those that do not meet the specific security criteria. كل مسج تدخل أو تطلع من اللان موجود عندنا بتمر من خلال الفايروول. اللي هو عمله ايش راح يسوي؟ راح يشيك على كل مسج موجود عندنا ويمنع المسجات blocks those that do not meet the specified security criteria اللي ما بتتوافق مع معايير الامان الخاصه معنا. limitations او لا الفايروول ايش ممكن يكون في عندها مشاكل وامتى تكون مش فعاله؟ Firewalls are ineffective if employees disclose their usernames and passwords to other people. إذا كشف عاد إذا الموظفين الموجودين عندنا كشفوا عن اليوزرنيم والباسورد لأشخاص مش مصرح إلها
يدخلوا. Firewalls cannot stop internal users from accessing websites with malicious codes. داخليا هي firewall، هي حائط بين برا وجوا، تقدرش تمنع الموظفين عنا المستخدمين الداخلين من وصول مواقع ويب ممكن تحتوي على برمجيات ضارة. Firewalls can restrict employees from performing legitimate operations. These restrictions can slow down the work of the employees. ممكن firewalls تمنع موظفين يعملوا legitimate أو وظائف مسموح لهم فيها، تزيد القيود عليهم. فهاي القيود بتسبب إيش عنا؟ بطء لعمل الموظفين. هلا نحكي عن الوايرد اند وايرلس كونكشنز، الاتصالات السلكية ولا سلكية. Computers can be connected to a network using either wired or wireless technology. ممكن يكون توصيل أجهزة الكمبيوتر باستخدام أجهزة سلكية أو لا سلكية. Wired network is when a computer is connected to a network using a physical cable, also known as an Ethernet cable. نحكي عن الشبكة wired أو سلكية لما يكون عندي أجهزة الكمبيوتر متصل باستخدام كيبل مادي، نحكي عنه موجود يعني باسم Ethernet cable. Wired connections are reliable and faster in terms of data transmission compared to wireless connections. من ناحية الاتصالات السلكية فهي موثوقة أكثر من الاتصالات اللاسلكية من حيث السرعة بنقل البيانات. أوكي. والوثوقية يعني عندي باب ما يعني خلص هالسلك شابك ما في عندي ضعف ضعف في الانترنت، والانترنت بعادة قربت خلاص هو شابك سلك وشابك. There is less risk of those هون احنا of others being able to access your broadband connection. Wired technology is not suitable to connect tablets and smartphones. هلا عندي كمان مخاطر اقل انه يوصل يصير تداخل بالداتا تاعتي، انه يوصلوا اخرين اللي هو البرودباند كونكشن تاعي. هلا ايش مشكلة الواير تكنولوجي؟ ما تكون غير مناسبة ل كونكشن مع التابلت او السمارت فونز. هلا النوع الثاني من الكونكشنز اللي هو الوايرلس او نحكي عنه الواي فاي اللي هو اختصار وايرلس فايدلتي نتورك، هي الشبكات اللاسلكية. is when a computer is connected to a network without the need for cables. يعني بيكون الكمبيوتر شابك متصل بدون حاجة للكابلات. Wireless networks enable you to connect a variety of devices using laptops, tablets, and smartphones. الشبكات اللاسلكية بتتيح لي إني أوصل مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل اللي هي التابلتس والسمارتفونز واللابتوبس اللي هي الأجهزة المحمولة. هلا بالنسبة للداتا ترانزميشن، عملية نقل البيانات بتكون عندي أبطأ مقارنة بالوايرد كونكشن. Data transmission tends to be slower compared to a wired connection. Also, thick walls and electrical interference affect wireless connection. كمان عندي الحيطان السميكة وتداخلات كهربائية بتكون تأثر على اللي هي wireless connection. Unsecure wireless connection enables others to access your broadband connection. نفس الشيء، الاتصالات اللاسلكية غير آمنة، يكون عندي الآخرين يوصلوا للكونكشن تاعي. هلا عنا لما نتصل بشبكة بدنا نحط باعتبار بأكثر من شغلة باعتبارنا من ناحية الأمان. Computers connected to a network may be infected with malware. الأجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة ممكن تصاب ببرامج ضارة اللي هي malicious software، حكينا عنهم المرة الماضية. Connecting to a network may expose your computer to unauthorized data access. ممكن تؤدي الاتصال بشبكة الكمبيوتر فيك لوصول غير مصرح فيه. Connecting to a network may increase the challenge of maintaining privacy. الاتصال بشبكة ممكن يزيد زيادة التحدي المطمئن انه نحافظ على الخصوصية بتاعتنا. Wireless security اللي هو الأمن اللاسلكي. Wireless network can be protected secure or open. ممكن تكون الشبكات اللاسلكية محمية أو آمنة أو مفتوحة. A secure wireless connection requires users to enter a network security key.
بتطلب الاتصال لاسلكي انه ندخل مفتاح امان الشبكة. هذا ايش السكيورتي كي ensures that only authorized users can access the network and data. بضمن انه فقط الاشخاص المصرح لهم يوصلوا للشبكة او البيانات الموجودة عندنا. Whenever possible, you should connect to security-enabled or protected wireless network. لما تكون ممكن عندك لازم تتصل بالشبكات اللاسلكية المحمية اللي هو مفعل الأمان عليها. If you do connect to an open network, be aware that someone with the right tools can see everything that you do, including the website you visit, the documents you work on, and the user's names and password that you use. بدك تعرف شغلة، إذا أنت اتصلت بشبكة مفتوحة ممكن أي شخص عنده الأدوات المناسبة يشوف كل شيء أنت تشتغله، بما في ذلك المواقع اللي أنت بتدخل عليها، المستندات اللي بتشتغل عليها، اليوزر نيم والباسورد الموجودين عنا. Eavesdropping involves someone secretly monitoring the actions of another user on the computer. اللي هي التصنت. التصنت إيش بيصير فيه؟ إنه شخص براقب تصرفات آخر على مستخدم آخر على الكمبيوتر. Wireless networks can be secured by implementing encryption. ممكن تأمن شبكات اللاسلكية بتنفيذ عندي التشفير. This protects the data that is traveling over the network and prevents unauthorized access to data residing on the computer network. بهاي الطريقة بنحمي البيانات تنتقل عبر الشبكة وبتمنع الوصول الغير مصرح إليه الوصول للبيانات الموجودة على الشبكات. هلا عندي عدة أنواع من النتورك wireless network encryption الموجودة عندنا. Wired equivalent privacy اللي هي WAP، وفي عندي Wi-Fi protected access اللي هي WPA والWPA2. الوايرد equivalent privacy هو أقدم وأقل الوايرلس نتورك إنكريبشن أمانا، أوكي؟ فهو أقدم واحد من أنواع الإنكريبشن الموجود عندنا، أقدم واحد فهو أقل واحد فيهم security. موجود مستخدم عندنا مع الهاردوير، مع الراوترز that do not support Wi-Fi protected access، وبكون نستخدمه مع الراوترات اللي ما بتتعامل وصول عنا اللي هي للواي فاي. هلا عندي الواي فاي protected access هي عبارة عن إيش؟ is a key security standard to secure computers connected to a Wi-Fi network. فهي معيار أمان لتأمين إيش؟ أجهزة الكمبيوتر اللي شابكة عنا على الواي فاي. طبعا WPA والWPA2 more secure than WAP. هذا حكينا أقدم إشي وأقلهم أماناً. هدول عنا فيهم أمان أكثر، يستخدم على الهاردوير أو الراوترز اللي بتعمل سبورت لل Wi-Fi Protected Access، يعني برجع له بس اللي ما عندهم سبورت لل WPA. Network Encryption is set through the router's modem's admin interface. This will generate a network encryption key that will be used by each computer to connect to the wireless network. بتم تعيين تشفير الشبكة من خلال واجهة إدارة أو اللي هي المسؤول الراوترز أو المودمز أدمن إنترفيس، الواجهة بتاعت الأدمن المسؤول عن الراوتر أو المودم، اللي هي بتوفر لي إنه بصير عندي نتورك إنكريبشن كي that will be used لكل كمبيوتر بشبك عنا على الوايرلس نتورك. هلأ بالإضافة للنتورك إنكريبشن كي one can also implement MAC address filtering to restrict specific computers to connect to a network. ممكن عنا بالإضافة إنه الكي موجود عنا إني أنا أضيف إيش؟ نضيف عملية الفلترة على اللي هو الماك أدرس اللي هو العنوان الفعلي للأجهزة اللي ممكن تشبك عندي على الشبكة. الماك أدرس اللي هي بنحكي عنه أو الفيزيكال أدرس أو الهاردوير أدرس هو رقم مميز لكل جهاز عندنا، آي دي لكل جهاز موجود عندنا، هو آي دي Identification Code that is assigned to any computer or device that has built-in networking capabilities. اللي هو الماك أدرس له علاقة ب
بالتواصل الشبكي. Mac address is burned into a given device from the factory having the following format. الماك address بكون عنده محروق، طلع محروق. إيش يعني محروق؟ يعني مختوم ختم على الجهاز من المصنع. من إيش بتكمل؟ بتكون من 6 decimal digits. الفرق بيناتهم إيش؟ colons. Hexadecimal digits can includes numbers من 0 ل 9 وال F. معناها عندي الماك أدرس من إيش بتكون؟ 1 طلع 1 2 3 4 5 6. كل واحد فيهم إيش فيه 2 digits، فيه خانتين. دول الخانتين hex digits، يعني إيش؟ نظام هكسادسيمال. إيش يعني الهكسادسيمال؟ يعني بتكون عندنا من نظام اللي هو 16، نظام 16 اللي هو فيه 16 رقم يبلشوا من 0 لـ 9، هذول الديجيتس العادية. بعدين إيش بصير عندك؟ A هي الرقم 10، B داش، C 12، دي 13، اي 14، واف ايش هي؟ 15. فهاي هي ايش؟ الهكس ديجيتس اللي هي الارقام من 0 لـ 9، ومن بعدين عندي من 10 لـ 15. فاي واحد من هدول الارقام ايش رح يكون طلع؟ 0 1. ايوه مثلا هذه مثال عليهم، طلعوا 6 1 2 3 4 5 6. كل واحدة إيش فيها؟ فيها 2 hex digits، 0 1 اللي هو إيش يعني 0 1. بعدين عندي 1 f يعني 1 و15، 3 3 6 9، بي سي 12 13 11 و12 1 و4. فهاي الأرقام التسلسلية الموجودة عندنا اللي هي الماك أدرس اللي نحكي عنها أو الفيزيكال أدرس. Connecting to a protected unprotected wireless network. الاتصال بشبكة لاسلكية محمية أو غير محمية. هلا إذا كان على لابتوب أو تابلت أو سمارت فون، بنشوف إيش إشارة الavailable wireless networks اللي هي بتكون موجودة عندنا، اللي هي الشبكات الموجودة عندنا، ومن نختار كيف نشبك عليها. هلا هدول طلع في عندي هون شبكتين اللي هي كونتوسو وود جروف، اوكي هذول وايرلس، هاي اشارات الوايرلس عندنا. هلا عندي يا اما هاي اشاره الوايرلس، وعندنا هاي ايش الاشاره ايش اللي هي شبك من خلال الكوابل. هلا كيف بدنا نشوف كيف جهازك شابك عندي؟ بشوف عندنا كونكت تو نتورك، من اني اشبك على بس على هاي او على هاي بالنوتيفيكيشن اريا، بتكون موجودة عندي الساعة على اليمين. فبتبين عندي اللي هي ليست من الوايرلس نتوركس الموجودين عندنا. طبعا الوايرلس بتبين عندنا اذا انت كان عندك ادابتر وايرلس نتورك ادابتر، يعني انت بتقدر تشبك اصلا وايرلس والدرايفر موجود عندك على الجهاز. هلا open connect to network بنكبس عليها، بتطلع عندي الشبكات، بضغط عليها وبدخل اللي هو الكي عندنا أو الباسورد تاع الواي فاي. Accessing a network، كيف أنا بوصل للشبكة؟ As indicated earlier, the network administrator provides employees with an individual account that will enable them to access the LAN of the company. يعني مسؤول الشبكة وفر للموظفين حسابات بحيث يمكنهم الوصول للشبكة تاعت الشركة. كل موظف يكون له يوزر نيم وباسورد خاص فيه، ويطلب من الموظف أن يغيروا كلمة المرور الخاص فيهم أول مرة يشبكوا فيها على الشبكة. هلا حسابات الشركة تضمن لهم إيش؟ Network accounts ensure that only authorized user can access the computer network، إنه فقط المستخدمين المصرح لهم فقط يمكن يوصلهم إلى شبكة الكمبيوتر.
Users should ensure that they set strong passwords for their network account. لازم المستخدم يتأكد أنه يحط كلمة مرور قوية لحساب الشبكة الموجودة عنده. هلا لما تحكي باسورد قوية لازم تكون على أقل إشي من 6 أحرف يكون فيها كابيتال وسمول ورموز وأرقام. Next, okay. One or more numbers, one or more special character. المفروض الواحد لما يجي يحط باسورد يبعث عن date of birth, أرقام تليفونات أو أي كلمة بتكون موجودة عندنا بالدكشنري. Password should be changed regularly. كل فترة لازم الواحد يغير عن الباسورد تاعته. Password should not be disclosed or shared with other persons including colleagues. مش مفروض أني أنا أشارك الباسورد تاعتي مع زملاء أو أعضاء العائلة. User should change their password if they suspect that somebody knows it. مجرد ما أن الواحد يشك أن الباسورد تاعته انكشفت مفروض أنه يغيرها. Biometric security. Biometric security حكينا أي إشي إله دخل بالصفات الشخص الحيوية نحكي عنها biometric characteristic اللي هي الصفة. والبيومتريك سكيورتي زي إيش؟ مثل اللي هي إذا حكينا البصمة اللي هي بصمة العين، شكل الوجه. فهاي آلية الأمان هي البيومتريك سكيورتي بتوفر لي بتعتمد على إيش؟ على خصائص اللي هي physical characteristics of person، خصائص شكل الإنسان، عشان تأكد إنه هذا الإنسان هو نفسه اللي عم يحاول يوصل لشبكة الكمبيوتر. Biometric security relies on specific data about unique biological traits of people. تعتمد على بيانات محددة حول خصائص البيولوجية الفريدة للشخص، لأنه كل واحد مميز فيهم. Biometric security systems stores human body characteristics that do not change over an individual lifetime. تخزن الأنظمة هاي خصائص جسم الإنسان ما بتتغير. مثل إيش؟ مثل fingerprints اللي هي بصمة الإصبع، eye texture اللي هي شكل العين اللي هي بصمة العين، voice الصوت، hand patterns بصمة الإيد، facial recognition اللي هي تعرف على الوجه. The individual's body characteristics are pre-stored in a biometric security system. يعني ما حد يحكي لك إنه البصمة تكون مخزنة أصلاً البصمة عنده بالأول. When individual walks into a facility or try to gain access to a system, the biometric scanner evaluates their physical characteristics. يعني لما يحاول أي شخص عنا إنه يمر عنا أو يحاول يوصل منشأة معينة، بشوف بسوي سكانر عندنا أو الماسح الضوئي، بشوف بقارن البيومتريك كاركترستيكس الموجودة عنده مع الداتابيز اللي هي المخزنة عنده، الستورد ريكوردز المخزنة عنده. إذا في عندي ماتش، في عندي تطابق، بقدر عنا بنمنح لهم اللي هو الأكسس حسب الأصول. سكيور ويب يوز. عندي أول شيء رح نحكي عن مواقع الويب الآمنة اللي هي الاستخدام الآمن لمواقع الويب، واستخدام secure websites اللي هي مواقع الآمنة. Internet users are often concerned about online purchases. Normally payments for online purchases are made by a bank card. فعادة بحكي لك إن بدهم يتسوق عبر الإنترنت بتسموا إجراء المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقة مصرفية. قبل ما أنا أبلش أعمل سبميت للكريدت كارد تاعتي لازم أكون متأكد من هاي الشغلة إنه information traveling between your computer and the server can be routed through many computer system. هاي المعلومات اللي عند من عندك للكمبيوتر سيستم الثاني بتنتقل من عدد من أنظمة الكمبيوتر. Any one of these computer systems can capture and misuse your information. Each of these computers can eavesdrop and make copies of your information. أي واحد من هاي أنظمة الكمبيوتر تقدر تلتقط معلوماتك وتسيء استخدامها، ممكن يكون فيها تصنيف صوت ونسخ للمعلومات. An intermediary computer could even deceive you and exchange information with you by representing itself as your indeed
destination. ممكن اللي هو الكمبيوتر الوسيط الموجود إنه يخدع عقل يتبادل معك معلومات من خلال إنه عرف على نفسه إنه هو intended destination هو الموقع اللي أنت بدك توصل له. If you decide to shop or do banking on the internet, protect yourself by dealing with secure sites. يعني إذا أنت قررت تتسوق على الإنترنت بدك تحمي نفسك وتتعامل مع مواقع آمنة. You must ensure that your credit card details are only entered in secure websites, web browsers. Display security warnings when you are about to enter a secure site. You can tell when you have a secure connection by looking at the URL. المفروض عندنا الويب براوزرز موجودة عند زي الكروم والإنترنت إكسبلورر تعطيك تحذير أمني لما تيجي تدخل على موقع آمن. هلا كيف بدنا نعرف؟ بتبدأ دائما ب HTTPS بدل HTTP. اوكي، وبكون في عندي رمز القفل موجود عندي، بكون عندي رمز القفل. When you try to access a secure website, the internet browser prompts you to enter your username and the password. The website will be displayed if the correct username and password are entered. لما توصل لموقع آمن بطلب منك اللي هو المتصفح انك تدخل يوزر نيم وباسورد، تدخل الموقع في حال إدخال اليوزر نيم وباسورد صحيح. A secure protected website is a site that can only display its contents if the user types in a username and a password. Many organizations restrict access to sections of their websites. هو عندي ما بيع السكيور أو الويبسايت موقع محمي ما بيعرض محتوى إلا إذا كتب اليوزر نيم والباسورد صحيح. Be cautious with email messages asking you to send your username and password. لازم تكون حذر مع المسجات اللي تطلب منك تبعت يوزر نيم والباسورد تاعهم. المؤسسات اللي هي ما عندها محترمة أو ما فيش عندها مشاكل مستحيل تطلب منك تفاصيل مالية عبر البريد الإلكتروني أو الإيميل. It is important to sign out, log off, and close all browser windows when you are done with your online shopping. مهم جدا إنك تعمل log out أو تسجل خروج لما تيجي تغلق كل نوافذ البراوزر الموجودة عندي لما تنتهي من عملية التسوق عبر الإنترنت أو خدمات المصرفية اللي هي الإي بانكينج. عندي الفارمينج عملية اللي هو and as indicated in our section, farming involves stealing personal information from users. اللي هي عملية سرقة المعلومات الشخصية من المستخدمين. Phishing attempts to capture personal information by getting users to visit a fake website, while farming redirects users to false websites without them even knowing it. هلا الفايزنج بيحاول يحصل على معلومات شخصية عن طريق إنه يخلي اليوزر نيم واليوزر مستخدمين يزور موقع مزيف. هلا الفارمينج بتكون إيش؟ بعيدة وتوجيه المستخدمين لمواقع مو مزيفة من غير ما يعرفوا ذلك. مثلا عندنا نستخدم we use domain names to access websites اللي مثلا هذا الموقع a domain name servers will automatically translate the domain name to IP address. The web browser then connects to the server as the IP and does the web page data. هلا هنا كيف احنا بنستخدم نوصل لموقع؟ ندخل اسم الموقع عندنا فDNS اللي هو ايش بيسوي؟ DNS domain name server ايش بيسوي؟ بترجم الموقع اللي اسم لا رقم اوكي لا بروت لا اي بي ادريس. بعدين شو بيسوي؟ the web browser then connects to the server at this IP address. بعدين بشبك العنوان السيرفر على الاي بي ادريس وبيحمل عنا الصفحه المطلوبه. after a user visits a certain website, the DNS entry for the site is often stored on the user's computer in a DNS cache. هلا بعد ما أنت تزورها أول مرة بتسمي تخزين ال DNS للموقع على الكمبيوتر المستخدم في ذاكرة تخزين DNS المقطع.
بحيث انه ما في داعي انه نظن انا اروح على المترجم او اللي هو دي انا السيرفر، كل ما يجي المستخدم يزور موقع الموقع اللي بدي اياه. Farming occurs when the victim opens an email virus that poisons the user's local DNS cache. إيش بصير عندنا بعملية الفارمينج؟ تفتح عندنا إيميل مثلاً، شو بيسوي؟ بيدخل على ذاكرة اللي هي ال DNS cache الموجودة عندنا. It does this by modifying the DNS entries. بتحول عندنا، بتغير عندنا المعطيات. فيعني لكن كانوا مترجمين عندنا مثلا، فشو بتسوي؟ بتغير ال DNS الموجود عندنا تاع الموقع لعنوان ثاني. فايش رح يصير عندنا؟ رح تحولك لموقع آخر الهاكر عنده بحد له. Farmers can also poison entire DNS servers, which means any user that uses DNS server اللي أنا بدي أشبك عليه رح يودي على ويب سايت غلط. Fortunately, most DNS servers have security features to protect them against such attacks. ضد هاي الشجمات. في حد عنده سؤال شباب صبايا؟ في حد عنده سؤال؟ تمام، يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتورة. عافية. مرة تانية تذكر بامتحان المد، الامتحان رح يكون إن شاء الله بأول ثلاثة chapters. امتحان رح يكون بأول ثلاثة chapters. دكتورة بس بالنسبة للستيبس ما أشوفهم أسيبهم؟ الستيبس مش مطلوبين منه. لا ما مسلم إليك. في حد عنده شباب؟ تفضلي دكتورة. أنا رجعت المحاضرة اللي كنت تشرحيها قبل. هلأ أي محاضرة كنت تعلمي عليها بالأصفر مثلا، هلأ بتيجي فقرة كلها إنجليش، تعلمي إشي بالأصفر يعني زي مفهوم إشي نعتمده، يعني هذا زي إنه كنت تضللي أشياء مش كنت تضللي. لا لا كله مطلوب هذا، وأنا بشرح لك فهمت علي، بركز عليهم كلام أمشي. أنا كنت أمشي مع كلامك وأخذ الصافي من هذا الكلام هيك منيح. هلا انت مهم جدا انك بدك تعرفي انك انت مش شرط تكوني باصمه 100%، ما دام انك فاهمه وميزه خطوات الفرق وهاي الاشياء ان شاء الله امورك تمام. هلا انا تخصصي شبكات حاسوب وخلصت شامل شبكات حاسوب، معي دوره سيسكا وبشتغل يعني موظفه فيعني ان شاء الله انه تكون. انا بس حاولت اني يعني الخص الحكي بكلامك انت، انه وين ما كنت تحطي اشياء يعني اخذ الصافي زي هيك يعني هيك كافي. الله انا انا أصلي. انا ما تركت شيء ما شرحته، فهمتي علي؟ لا ما شاء الله عليك. ما دام اي شيء شرحته انت امورك تمام فيه خلص، بعدين يعني انت ما دام انك هي مخلصه سنتين وعم تشتغلي هاي ماده بسيطه بالنسبه لك المفروض تكون مع دوره يعني ما راح يحكي لك ما حد راح يحكي لك تعال سمع لي. انتوا هاي الشغله بدكم تحطوها ببالكم، ما حد راح يحكي له امتحان دوائر، ما حد راح يحكي لك تعال سمع، ما حد يحكي لك حفظ. أنت ما بتيجي باصم، ما بتيجي باصم، بس بدك تقدر تميز كل إشي. إذا إجاك سؤال أو فكرة كن عارف إنك تميز عن إيش السؤال، إيش الفكرة، إيش الفرق، المقارنة، advantages disadvantages، هاي هي الأشياء الأساسية رح تكون إن شاء الله. دكتور يعني الامتحان مش بين الأسطر وصعب إن شاء الله؟ لا أنا بقولت لكم أن الامتحان أنا ولا عمري شفته يعني، بس ما حكيت لكم الامتحان موحد يعني من السلط للسلط دكتورة. في عندنا مادة ثانية اللي هي كانت الريادة، كان من السلط وخلوه على مستوى الجامعة. هي على مستوى الجامعة هاي المادة؟ هي لا كانت جديد صارت رجعت على مستوى الجامعة هيك حكت لنا دكتورة. ببداية كانت زي هيك كانت السلط الريادة. لا يا حمزة هاي السنة لا الامتحان من دائرة الامتحانات بالسلطة. أنا تأكدت يعني ليش أخرت عليكم لكم لوين الامتحان، تواصلت معهم وتأكدت من وين لوين الامتحان. لا من عندهم الامتحان مش إحنا اللي رح نكتب ولا إنه علاقة فيه. آخر سؤال دكتورة. تفضل. بالنسبة لشرح اليوم يعني كنت متابع معك، بس في كم شغلة مش إني ما فهمتهاش يعني هيك إنه إشي ما عمرنا شفناه اللي هي الاي بي ادرس وبشكل عام المادة. إيش مثلا نبحث إيش على اليوتيوب عشان نفهم بزيادة إنه نشوف إشي عملي نشوفه بالعين؟
الاي بي ادرس ودي انا اسوي هلا اخر إشي بشكل عام. هلا هي فكره في عندك الاي بي ادرس وعندك الماك ادرس وعندك الدي ان اس، هذول الثلاث اشياء شابكين مع بعض. هلا الدي ان اس اللي هو اسم الموقع، اسم انت تقدر تكتبه، فهمت علي؟ ما بكون ارقام ولا إشي زي www.google.com، هذا اسمه ايش؟ دي ان اس. هلا لما انت تيجي تكتبه دي ان اس سيرفر ايش بيسوي؟ بيحوله لارقام، لاي بي ادرس عبر الاي بي بروتوكول، اوكي؟ هو بيحوله لرقم. هلا الفيزيكال ادرس هو رقم مربوط بجهاز مش بموقع، بجهاز تابع للجهاز. بالضبط. يعني اذا بالاخر يعني اذا هو جهاز معين، جهازك كل جهاز بالعالم له فيزيكال ادرس يونيك مميز. هلا الاي بي ادرس هو بتحدد من الشبكه، بحدد لك اياه اللي هو دي ان اس سيرفر، دومين نيم سيرفر. ف يعني عندك الدومين نيم اللي هو www. اسم الموقع دوت كذا، صح ولا لا؟ هلا هذا بتحول ل اي بي ادرس. هلا اللي هو فكرة عندك هاي اللي هي بالاخر اشي الموضوع اللي حكينا فيه، انه بيحكي لك انه ايش بصير، انه بصير عندك التحويل قاعد بصير داخليا. هلا دائما فكرة الكاش عندك انه بيحول اول مرة من موقع ل اي بي ادرس، بيحوله مرة وبيخزنه عنده بالكاش بتاعه الخاصة في الدي ان اس كاش. هلا هذا ايش بيسوي عندك الفارمينج؟ بحكي لك بدخل على دي ان اس كاش بيحول العناوين الداخليه الاي بيات اللي انت، ليش؟ عشان يحولك لموقع ثاني، عشان يحولك لموقع ثاني. فانت هو عندك زي كانه جدول، بحكي لك www.google.com الى رقم الاي بي هذا، فبيحولك عليه. هو شو بيروح يسوي؟ انت بتكتب www.google.com، التحويل بيصير اول مره بس. بس بما انه دخل عندك فيروس، بكون دخل وغير الرقم الثاني اللي بالجدول، فبيحولك على مكان ثاني. هاي هي الفكره. بس انت مش مطلوب لك اكثر من هيك. يعني هو بغير الرقم الثاني الفيزيكال. ايوه بالضبط. لا الاي بي، الاي بي ايوه بالضبط، بغير الاي بي من جوا. هلا انت بكون عندك جدول مثلا حمزه زي مثلا ورقم جامعي، حمزه او احمد ورقم جامعي وهيك. هلا ما بروح يشوف او كل مره بروح يحول بدور على حمزه رزق عمر موسى، بروح يدور على رقم الجامعي، بروح يدور على معلوماته. بروح اخذت انا عندي جدول، ما في داعي اضلني ادور. فهو ايش بيسوي؟ هذا رقمك الجامعي اللي هو الاي بي اعتبره، بروح يدخل هذا الفيروس على هذا الجدول اللي انت مخزن فيه، بصير يلعب بالارقام الجامعيه، بغير فيها. ليش؟ عشان تروح على موقع ثاني هو يقدر ياخذ منك او يسرق منك المعلومات اللي بده اياها، او يتجسس عليك، او يدخل على جهازك. فهمت علي؟ حلو حلو دكتوره. يعني وللعلم صار دكتوره قبل قبل يومين اختراق جهازي عن طريق، بحكي لي بعم لي عن طريق الاي بي ادرس، عشان هيك بسالك كنت مهتم. يعني الجهاز اخترت افرمته. نعم الشبكه، هو بتكون ماخذه من الشبكه الاي بي ادرس. استخدمت برنامج وراح، فاضطرت افرمت وصل لكل حسابات الجهاز، الجيميل أوتلوك. بتصير عادي، يعني بتصير مع الكل يعني. هاي الاشياء. يلا سلامات يا حمزه. شباب صبايا، في حد عنده سؤال على الامتحان؟ تمام، يعطيكم العافيه. صباح الخير. تلاقي الخير دكتوره.